أنا والله الخوف كثيرا من الشعب المغربي هو روي يحوس على 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 واحد القضية اللي من المفروض كلنا نعرفها وراهي في يد الأمم المتحدة اللي تفصل فيها الجزائر باقية دائما في نفس الاتجاه هو السلم والسلام في كل الدول وتريد ان الدول ما يكونش ما تكونش يقول لك مستعمره احنا ضد الاستعمار وعانينا الامرين والمؤكد اليوم واش راني خايف انا الكيان الصهيوني الموجود في المغرب راح يمشي كالسرطان راح بالعقل 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 ويقدر غدوه يحتل هذا البلد اللي جاب استقلاله في الستينيات ولا اليوم راك تشوف حنايا الناس اني يعني حال كيفاش الناس خرجت الاستعمارات واليوم راهي تحاول تعاود تدخل الاستعمار بطريقه اخرى هذا اللي راني خايف عليه القضيه هذه اليوم من, من القضيه السياسيه الى القضيه الرياضيه كذلك هذا ابتزاز لان اليوم ما عندكش حلول اخرى تريدها ان تكون كذلك وتخلط الامور عند بالك عندما تخلط تقول بالك انا انا الربح لا دخلت فيها تيران دخلت في ميدان ميدان الرياضة ماهوش ميدان سهل اليوم إذا كان إذا كان أنا نقول ما نتكلمش على نهضة بركان لأن هو اللي يوتيليزي لقضية سياسية أنا نتكلم على الكونفدرالية الإفريقية أولاً ثانياً على الاتحادية الدولية لكرة القدم لأن النصوص والقوانين واضحة راهي واضحة لا لي لا, لا لاستغلال المساحات رياضية من أجل قضايا سياسية, آه سياسية دينية عرقية نعم إذا كان نتايا أنت كهيئة دولية كهيئة آه تمشي تمشيش وفق لوائح الفيفا نعم وأنت من بعد تعفس على لوائح الفيفا راك تقول للناس تقول للناس شعوب تاع 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 تا... العالم تا... تا... العالم اليوم خلاص ديروا القضايا السياسيه خلاص ومن بعد لا مكان للرياضه ومن بعد نوليو في عود نشوفوا ماتش دو فوتبول نشوفوا تريبون بوليتيك ولذا اقول اليوم على العقل ان ياخذ مجراه اليوم القضيه هذه راهي عند الامم المتحده هكذا الجزائر الجزائر ما رايش قال لا احنا رانا مع الـ مع الـ مع الـ القوانين مع هذه المؤكد هو زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر